ورجعنا لكم تاني مشاهدينا في فقرتنا اليوميه فقره المطبخ. معانا الفود بلوجر شروق راغب. شروق منوراني في هوا هنا. ازيك يا معي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي هتعملي ايه النهارده؟ هنعمل النهارده بيكاتا تشيكن بيكاتا مشروم. فيلا نبدا بالوصفه اللي دول. قولي لي بقى المقادير عشان انزلها على الشاشه. اوكي، اول حاجه محتاجين زيت زيتون ومحتاجين زبده. حلو. ومحتاجين طبعا الفراخ، صدور الفراخ. ايوه. ومشروم فريش والمكرونه والكريمه وعايزين بصل. في بصل وفي بصل وثوم وبقدونس. وهنحتاج معلقه من الدقيق. أوكي. وكمان لو في مرقه. طبعا لو في شوربه هيكون احسن، بس أكيد. ان كيس ما فيش شوربه بنحتاج المرقه. تمام. وكمان كوبايه من سلق المكرونه هنحتاجها. والتوابل بقى بتاعتنا، الملح والفلفل والثوم. ملح وفلفل والثوم باودر وبصل باودر. خلاص هنبدا بايه؟ هنتبل الاول الفراخ بتاعتنا قبل ما ننزل بيها. انت محتاجه شوكه؟ لا خالص. طب ممكن نلبس جلوفز لو هنشتغل بايدينا. ماشي. جلوفز تحت. هتلاقيها تحت. ماشي. اوكي. قولي لي بقى شروق، ازاي بداتي في الفود بلوجينج؟ بصي، الموضوع جه صدفه بحته. حلو. احنا عيله بتقدر الاكل قوي، نحب تست الاكل الحلو. فاحنا بنحب نعمل، مامتي فظيعه في الاكل، بتعمل هي منورانا في الاستوديو. ايوه. يعني ربنا يخليها لك. ربنا يخليكي. فبتحب تعمل اكل حلو قوي. اوكي. فابتدى بقى الموضوع من هنا، ان انا كمان بلس بحب اصور الاكل. حلو. فعندي شغف للاكل وعندي شغف للتصوير. يعني انتوا بتعملوا اكل حلو وبتقدموه كمان حلو. بالظبط. فاختي كمان بتعمل اكل حلو قوي. فالموضوع كله جه بقى من هنا. بس طبعا اشطر حد مامي. ماما متفوقه عليكم في الاكل. فجي الموضوع من هنا. فبالصدفة لقيت ان انا عندي شغف للتصوير كمان، فابتديت بقى طب ليه ما اجربش ان انا اروح مكان واصور الاكل وادوقه. فابتدت الموضوع يجي من هنا، لحد ما عملت اول ريفيو لمكان وصورت الاكل وقلت طب ليه ما اعملش بيج لنفسي وابدا. يعني محتاجه ده. يعني انت بداتي في الاول انك تعملي ريسبيز او وصفات، وبعد كده انتقلتي بقى للريفيو، تبقي فود كريتيك، تعملي ريفيوز. بالظبط كده. اوكي. فالموضوع كان لذيذ. وبعدين ابتدى بقى الموضوع بصحابي وباهلي. طب ايه رايكم؟ طب انا حلوه؟ تمام، الدنيا لذيذه. فقالوا لي لا حلوه قوي، وطريقتك في الريفيو لذيذه، طريقه التصوير. فطب ليه لا، يلا بينا. وبداتي من هنا. بالظبط. وليه عملتي ايه في الفراخ؟ تبلنا الفراخ، حطينا ملح وفلفل وبابريكا. بالظبط، زيت زيتون وملح. أوكي. وفلفل وبابريكا وممكن نحط شويه. انت ليه مقطعها كده؟ حسيت ان هي هتاخد شكل حلو. يعني احنا علينا بتاكل طبعا. بالزبط. قبل بقنا. بالظبط. حقيقي. فحسيت ان هي هتاخد شكل حلو، وكمان التقطيع دي. بالظبط، التوابل كلها بتدخل، فبحس ان هي تيستي اكتر. يعني حلو. المفروض ان احنا هنديها تشويحه على الناحيتين وبعد كده هنطلعها. طب انت قلتي لي ان الطنط بتطبخ حلو قوي، وانت بتطبخي كمان حلو، واختك جدا. كل واحد متميز في ايه بقى؟ ماما في المحاشي. اكيد. محشي بتنجان، ورق عنب، فلفل، كوسه، كروم، كل انواع المحاشي اللي تتخيليها. في ناس من اهلنا بتحب تيجي اصلا، يعني احنا عايزين محشي مش عايزين اي حاجه ثانيه. محتاج بس وانتي؟ انا الاكل السريع اكتر، يعني بحب جدا اي حاجه فيها صوص. بيكاتا مشروم، المكرونه البشاميل طبعا. اكيد دي من الاساسيات. وكل يعني اختراعات الفراخ اللي بصوصات بقى. فراخ في الصينيه، فراخ معاها باستا، فراخ معاها رز. دايما بحب. انت شخص بيحب الفراخ اكتر من اللحمه؟ طبعا. جدا. لا انت عكسي يا شيخ. انا شخص بقدر البيف جدا. بجد والله. جدا. كنت كده زمان، بس بعد كده الموضوع لا بدا يدخل في الفراخ. هو الحلو في الفراخ ان هي بتروح بسرعه قوي. تمام. بتستوي كمان، تقدري تعملها وصفات كتير، تلعبي بالريسبيز كتير. يعني بالظبط كده. الستيك مش محتاجه صوصات كتير، هو الستيك كفايه زبده وثوم وروزماري وكده. شكرا. بالظبط. وعلى حسب بقى كل واحد بيحب الصوص. يعني ممكن انا بفضلها قوي دي الصويا صوص. بحب. انت بتحبي الايجن فود جدا؟ وانا بحب جدا الايجن فود. يعني بحب احط معاه ترياكي، سوي، اويستر صوص.
الموضوع بيفرق جدا في التيست بجد. وبره كمان اكلهم كله بالصوص يعني كل اكلهم أيوة. معتمدين على الصوص عشان بتدي نكهه اكتر حقيقي. فاحنا كده بصي ادينا لها كده تشويحه من الناحيتين تمام. هنستنى تستوي وهنبدا. طب واختك بقى بتعمل ايه حلو؟ اختي بتعمل كل الاكل المصري حلو يعني الطواجن كلها. لا يا جماعه انتوا اكيله جدا انا جايلكوا بقى جدا. احنا عائله بتقدر الاكل أوكي. حتى بابايا كان من واحنا صغيرين كل ما مكان جديد يفتح كان لازم ياخدنا نجرب الاكل. هو بيحب يروح ياكل في اماكن جديده بنحب نتست ونريفيو الاكل. اه يعني اكل بقى بيعمل ريفيوز من زمان. ده من زمان قوي ده من واحنا قبل الموضوع ده يطلع كمان من واحنا صغيرين خالص اوكي. فاحنا لا يعني بنحب التست جدا وبنقدر بقى الاكل الحلو يعني. انا سوري على ان صوتي منبوح كده النهارده بس زي الفل. قولي لي هنعمل ايه دلوقتي تاني؟ دلوقتي خلاص تقريبا هي كده خلاص اخدت لون من الناحيتين. طب احنا هنسيبها تستوي في الصوص؟ هنسيبها هنطلع الاول ده ننزل بالبصل والثوم والمشروم اوكي. وبعد كده هننزل بالمرقه بالمرقه وكمان الدقيق معانا مهم جدا لان الدقيق بيتقل الصوص بالظبط بيفرق معانا في الصوص. والحلو ان هنسيبه يعني يغرق شويه بالظبط. وبعد كده هننزل بالمرقه. حلو. سلق المكرونه بقى معانا او كوبايه سلق المكرونه بتفرق معانا في ايه؟ ان لو الصوص بتاع الكريمه تقل مننا نقدر نخفف بسلق المكرونه يعني ممكن نخفف او نتقل على حسب. طب يلا نبدا بقى بالصوص لان قدامنا 7 دقايق بس. اوكي. انت قلت لي كمان انك بتحبي الايجن كويزين. ايه الكويزينز الثانيه اللي بتحبيها؟ بحب مؤخرا كمان الاكل الهندي بقيت احس ان انا بميل لل ده انا ماليش فيه يا شروق خالص. لا 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 صعب بجد ممكن عشان انا قعدت في رحت دبي فتره فشميت أوكي. كميه توابل هنديه قفلتني في الاكل الهندي خالص. بس لا انا بحس ان هو برده حلو. وايه تاني يعني اكتر البصل كده بنحط البصل اهو. قولي لي بقى بتحبي الهندي ليه؟ الهندي انا بحب التوابل كتير يعني انا الاكل بالنسبه لي لو ما فيهوش توابل بحس ان انا ما باكلش فاهمه اللي هو لا بحس ان الهنود كمان بتحب التوابل قوي حقيقي. فالموضوع بصراحه لا بيفرق يعني. انا محتاجه سباتشولا في ورق هتعمل هناخد. طب اكيد بتحبي الايطاليان فود. محدش ما بيحبش فيش حد ما بيحبش الايطالي فود. لسه كنت هقول لك البيتزا بتاعتهم انا محبه اكتر شويه للبيتزا اللي بتبقى وسط اللي هي انت بتحبي امريكان بالظبط. بحب الامريكان اكتر شويه بس ساعات بميل للايطالي بيتزا طبعا دي الاصل دي بالنسبه لي توب يعني. وبتحسي بالفليفرز اكتر بالظبط. بس انا بحب الباستا بتاعتهم بصراحه عشان انا كنت بي اونست يعني أيوة. الباستا بتاعتهم خطيره حقيقي يعني بحس ان احنا كمصريين هم اشطر ناس في الباستا والبيتزا والبيكري بشكل عام هم والفرنش بالظبط يعني أيوة. لا الفرنش دول البيكري في حته ثانيه البيكري بتاعتهم. بس عايزه اقول لك ان المطبخ بتاعهم معقد جدا بجد يعني والله مش اي حد يعرف يشتغل في الفرنش كويزين عشان عندهم تفاصيل كتير تفاصيلهم كتير شويه يعني الامريكان بحس ان الموضوع لا اسهل. الامريكان ده فاست فود بس يعني بالظبط اي حاجه حتى في وصفاتهم أيوه. يعني حتى في وصفاتهم الموضوع بيكون لذيذ. بصي احنا نزلنا كده بالبصل والثوم ومكعب زبده عشان بس ايه يعني يسهل شويه الامور. طيب البصل نخليه كاراملايز شويه بالظبط. احنا اوريدي بنديله اللون اهو عشان يتكرمل معانا. اوكي بنقلب لحد ما يتكرمل وبعد كده هننزل بالمشروم. عايزه اقول لك المشروم الفريش بتختلف كتير عن كتير. الكانت. انا لسه كنت هقول لك كده الكانت دي سيئه. هم النهارده قالوا لي ان المشروم الفريش كان فيه مشكله شويه. ما مش دايما بتبقى صابح ده مش دايما هتلاقيه بالظبط. بس طبعا انا رشح لاي حد يعمل الوصفه دي بالفريش. اوكي هنديله برده تقليبه. ممكن نحط برضو شوية فلفل صغيرين. هنحط ملح وفلفل بالظبط شوية تمام. ملح كمان علشان. طب مين من الشيفس العالميين اللي بتحبي تتفرجي عليها وتتعلمي منهم؟ بصي انا اكتر بشوف بصراحة مصريين أوكي. يعني
طبعا شيف شربيني، ناديه سعيد بالنسبه لي طب، مروه الشافعي، اوكي كلهم بالنسبه لي بحب اشوفهم اكتر من ان انا اشوف ناس اجانب. اجانب يعني بشوف اجانب بس بشوف في وصفات معينه. بس في اكلنا لا، دايما كنا نشوف عارفه مسابقات الطبخ واحنا صغيرين، جودن رامزي والناس دي. بالظبط البرامج دي قبل كده كنت بشوفها، بس كنت بحس ان برضو عارفه الاكل مش هيطلع بنفس جوده الحقيقي. مش هنحس ان هم مش بيستخدموا توابل كتير خالص، بيحبوا طعم الحاجه. بالظبط حتى دايما اقول لهم الاسكندرانيه مثلا يحبوا طعم السمك، يعني جد. انا اسكندرانيه وانا كمان اسكندرانيه. لا ده انت حبيبتي بقى شروق. لا شروق احنا خلاص انا حبيتك قوي. يعني دايما احنا نحب مثلا طعم السمك ما نحطش فيه توابل كتير. بالظبط السمك بتاعنا نحبه يبقى واضح. بالظبط هنحط ايه كده المفروض بحاول بس اعلي. فمحتاجه تقريبا اعلى الجلافز. لو مش هتستخدمي ايدك تاني خلاص اقلعي الجلافز. لا خلاص طب خلاص حطي اللي بعته. ماشي اوكي كده خلاص تكرمل معانا كويس. بس بقينا نشوف مؤخرا يعني اغلب الريسبيز السهله السريعه وفي نفس الوقت بتبقى صحيه، فيها بروتين فيها فايبرز فيها الكارب. انت عارفه ليه الانستجرام بقى الشورت فيديوز عموما خلت الموضوع يكون اسهل. بالظبط تمام. فخليني اقول كده بسرعه، احنا خلاص حطينا زبده بصل ثوم مشروم. أوكي. هننزل دلوقتي بالمرقة. وطبعا لو شوربه اكيد هيبقى افضل. بالظبط ده بيكون افضل كتير في التست. طب هي المرقه دي بعملها ازاي؟ هل اجيب المكعب احطه على طول ولا المكعب في المكعب ميه في سخنه؟ المكعب في كوبايه ونحط عليها ميه سخنه. اوكي احنا نسينا حاجه مهمه جدا، الدقيق. المفروض كنا نقلبه نشوح الدقيق مع البصل يعني. بالظبط لحد ما الصوص يتقل. بس مش خلاص مشكله يعني احنا في الاول هنشوح الدقيق مع البصل بعد كده هننزل بالمرقه. بالظبط اوكي. فهنحتاج شروق، احنا قدامنا 3 دقايق يلا حالا عايزين نخلص الريسبي بسرعه. عايزه اقول لك تشويحه الدقيق بتدي طعم مختلف جدا جدا جدا, جداً. الموضوع بيفرق لانه بيتقل الصوص معايا. بالظبط بالظبط. لا والتشويحه نفسها بتدي له طعم مختلف جدا لانه بيتقل الصوص، وكمان تحسي كانك بتعملي بشاميل. يعني حقيقي يعني كانه بياخد من صوص البشاميل. اوكي انا مش عارفه علي، مش عارفه بس هو شغال. هو شغال بس بحاول اعلي النار. مش عارفه ليه مش راضي معايا. طب احنا ممكن نكمل كده اوكي واحده واحده عليه. بحاول كده بنقلبهم مع بعض. اوكي هو ده بقدونس؟ ده بقدونس. المفروض ان احنا هنحطه في الاخر جارنش؟ لا انا بحتاجه ساعات في النص. أوكي. يعني بحتاجه في المرحله اللي بعد ما احط المرقه. بنزل بشويه بعد كده بنزل بالكريمه. حلو فممكن ننزل دلوقتي بشويه بقدونس وكده كده هنجارنش بيه في الاخر. ايه الريسيبي اللي حطيتيها وجابت مشاهدات عاليه قوي؟ بصي هو انا كنت عملت كذا حاجه بس مكرونه بشاميل بصراحه كانت اكتر حاجه انا بحبها جوسي قوي وبحبها تكون مليانه جبن. بحس ان الموضوع بيفرق قوي معايا. انا برضو بحبها سايحه، مش بحبها جامده، بحبها سايحه. بالظبط حقيقي عشان كل الفليفرز تدخل في بتبقى حلوه. بتبقى حلوه جدا فبتفرق بصراحه جدا. وعملت ايه تاني؟ عملت سندوتشات بقى ده كتير يعني مثلا ساعات بحب ال. طب شو احنا ممكن نحط الكريمه؟ اوكي يلا بينا عشان خلاص للاسف وقت الفقره خلص. للاسف خلصت بسرعه للاسف. يلا بينا بس اكيد هتنورينا تاني مره. ده اكيد ده اكيد لازم هنيجي تاني. الكريمه قد ايه تقريبا؟ الكريمه كوبايه تقريبا. اوكي بس ممكن ننزل ونشوف على حسب برضو الكميه. تمام اوكي يعني كده تقريبا اقل. ولو عايزين نقلل الكالوري شويه ممكن تحطي شويه لبن مع الكريمه عشان تقللي الكالوري. بالظبط لسه كنت هقول لك. طبعا كل ما كريمه احلى، كل ما كريمه اكتر كل أكتر ما تبقى احلى، كل ما تكون ريتشي اكتر. بالظبط تفرق جدا في التست. خلاص احنا قلبناها، هنحط بقى الفراخ. بالظبط ننزل بالفراخ. اوكي اوكي
طيب احنا كده شفنا المكونات والمقادير، تسلم ايديكي. والاكله شكلها تجنن بجد، شكلها حلو. هنحط بقى الباستا جنبها. بناخد بقى الباستا، المفروض ان احنا بنخلي الصوص ياخد الفراخ، يعني يدخل الفراخ كلها. تمام. وبعد كده بنطلع الفراخ على طبق. اوكي. ونحط الباستا جنبها، ونحط الباستا في نفس الصوص، في نفس البليت. بالظبط. حلو. شروق انتي نورتيني وتسلم ايديكي. معلش هو وقت الفقره فعلا صغير، كان صغير جدا، بس اتبسطت معاكي جدا. شكرا ليكي. ثانك يو ليكي، وتسلم ايديكي.